يا صباح الخير والأمل على كل مشاهدينا في كل مكان. بنرحب بحضراتكم النهاردة في أولى حلقات برنامج خير بلدنا، واللي بيشاركني التقديم الزميل أحمد القاضي والزميلة إيمان فاضل. بلدنا خيرها في أرضها وفنيلها، خيرها في علمها وفي مواردها، في الصناعة وفي الزراعة. كلنا الفترة اللي فاتت لاحظنا دور الدولة في دعم القطاع الزراعي في كافة مجالاته المختلفة، إيمانا من الدولة إن التنمية الشاملة والكاملة لن تتحقق إلا بالنهوض بالقطاع الزراعي. عشان كده احنا ببرنامجنا قررنا ان احنا نلقي الضوء على القطاع الزراعي بكافة مجالاته المختلفة مع نخبة من كبار العلماء وخبراء في مجال الزراعة. خلونا نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاول هو مبادرة احياء الارض، مبادرة شبابية قام بيها مجموعة من الشباب. ايه هي فكرة المبادرة واهدافها؟ ده اللي هنعرفه في الفقرة الاولى مع الزميل احمد القاضي وشباب المبادرة. أما عن فقرتنا التانية فهنتكلم فيها عن الأراضي الصحراوية في مصر ومشكلتها وكيفية التغلب عليها، وهيكون معانا الأستاذ الدكتور ياسر عبد الحكيم أستاذ مساعد مركز بحوث الصحراء. فاصل، وبعد الفاصل هنبتدي فقرتنا الأولى في المبادرة الشبابية مع الزميل أحمد القاضي. فاصل ونعود، ابقوا معنا. برحب بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية بعد الفاصل. جميل جدا لما نلاقي شباب مجتهد وعاوز يوصل لحاجة هو بيحبها في المجال اللي هو بيدرسه أو في مجال تاني غير اللي بيدرسه. في يناير 2018 كان في مبادرة اسمها مبادرة إحياء الأرض. المبادرة دي كان هدفها الوحيد اللي هو زيادة الوعي بالقضايا والعلوم البيئية. المبادرة دي كانت تطوعية ولا تهدف إلى الربح، يعني كانت الطلاب والخريجين بيصرفوا عليها من جيبهم. خلوني في البداية أرحب بضيوفي اللي موجودين معايا في الاستوديو. دكتور محمد حمدان، أهلا بك يا دكتور، مؤسس هد لجنة النبات والحيوان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذة سارة شاكر نائب رئيس المبادرة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. الغريب بقى في الموضوع إن أنت على حد علمي إن أنت خريجة إعلام. حقيقي. كويس، والدكتور خريج طب أسنان. طيب إيه اللي دخل مجال الزراعة، يعني إحياء الأرض والتغيرات المناخية والكلام ده كله يخص الزراعة؟ يعني ايه اللي دخل موضوع الزراعه في التخصصات الباقيه؟ والله هو الموضوع ما جاش ان فكره ان احياء الارض مش هي فعلا حقيقه ان اللي حصل ان فكره احياء الارض نفسها جت من طالبه في الفرقه الثالثه جامعه جنوب الوادي كليه زراعه، داليا صابر الشريف هي مؤسس الفكره. بس هي ما كانتش بتبص بس على خريجين كليه زراعه او الطلاب بتوع كليه زراعه، كانت بتبص على كل مهتم بالبيئه او كل مهتم بالقضايا البيئيه والقضايا العلميه البيئيه بس. ومن هنا جت الفكره ان هي يلا يا جماعه مين معايا، انا عايز اعمل فريق. اسم الفريق تم اختياره يعني بعد ما اتجمعنا سوا واتكلمنا عليه، خلاص هنسميه احياء الارض. طيب المبادره هتتعمل ازاي؟ الاول شفنا صحاب اتجمعنا بعض، محمد حمدان كان من اول المؤسسين. يعني افهم من كده ان اللي ابتدت المبادره كانت لوحديها، حصل مفيش اي حد معاها، جات لها نزل عليها الوحي كده هعمل مبادره خلاص. هي ما شاء الله عليها يعني بتقرا كتير في الزراعه، وهي اساسا في كليه زراعه بس مهتمه اكتر بقى من اي طالب، مثلا تقرا ابحاث عن تغير مناخي، تقرا ابحاث هنا كده يعني. بس كان بعدين محمد حمدان كانت هم اساسا كانوا على تواصل مع بعض، وهو كان يعني تقريبا من هم الاثنين من الجيل الاول للفريق او للمبادره. يعني دكتور محمد انت كنت معايا من البدايه، من بدايه الموضوع انت كنت معايا في المبادره. من البدايه هي عرضت عليا الفكره، واذا انا كنت مهتم بالقضايا البيئيه وكده، فانا قلت لها ما عنديش مشكله. فبدانا مع بعض وكنا من الاول خالص جمعنا، كنا عدد قليل، وبعد كده عملنا ريكروتمنت وناس جات وقسمنا الفريق وكل حاجه. هو بالنسبه للقضايا البيئه في العموم هي مش حكر لحد معين، يعني مش علشان انا بدرس في مجال زراعه مثلا او غيره يبقى انا ده المجال الوحيد اللي يهتم بالقضايا البيئيه، خصوصا ان القضايا البيئيه دلوقتي واكبر قضيه بتاثر على العالم كله هي قضيه التغير المناخي، هي بتاثر في جميع جوانب الحياه سواء كانت صحه، زراعه، موارد وما الى ذلك. فكل واحد بيأثر في الجانب بتاعه، يعني عند نقطه معينه انت هتبقى في الجانب بتاعك سواء كنت طبيب او كنت اعلامي او كنت خريج زراعه او ايا يكن، انت هتاثر في القضيه دي في الجانب بتاعك. يعني كان عندكم بقى كل التخصصات، يعني من جميع التخصصات كان في طلبه معاكم خريجين. هو احنا مجالات دراسيه مختلفه تمام، هو الفكره بس انك انت بتوعى بالقضيه دي وبتاثيرها، فانت بتحاول توعي الناس بيها بعد معرفتك انت بيها بس. يعني هو اساسا لازم يبقى في تخصصات كتير، يعني ده شرط اساسي؟ هو ما كانش شرط، هو جت صدفه.
الناس اللي اكتشفنا انها مهتمه بمجال التطوع وبالقضيه البيئيه دي او بفكره الفريق هي شاركت، وبدانا نقسم الفريق على هذا الاساس، وبدانا بقى نقرا بقى ونترجم ونكتب مقالات بقى ونجهز فيديوهات وننزل حملات توعيه على الارض الواقع وكده عشان نوعي الناس. هو الهدف الاساسي للفريق في العموم هو التوعيه، وان احنا نثري المحتوى العلمي الخاص بعلوم البيئه، خصوصا انه الحاجه دي بتاثر فعلا كل يوم بس ما حدش واخد باله. بالظبط. طيب تواصلتوا ازاي بقى مع باقي الفريق؟ يعني انت دلوقتي بتقولي كانت واحده بس، وبعدين كان دكتور محمد معاها، فالمفروض دلوقتي انتوا تواصلتوا عن طريق السوشيال ميديا وكده ولا؟ لا، اللي حصل ان كان داليا ومحمد مثلا كان بيتم مؤتمرات علميه مثلا كان بيتم في محافظه قنا، كانوا بياخدوا زي معرض من المؤتمر. تمام. وبيعرضوا فكره على اللي جايين المؤتمر، يعني كانه معرض احنا احياء الارض بتعملوا ايه، طيب عايزه اشترك الابلكيشن عبيه كده. بالظبط. وبعدين ده كان الجيل اللي انا منه، اللي هو من سنتين كنت انا بقى من الناس اللي قدمت في المبادره عن طريق المعرض ده. بعدها بقى برضو بقى اي معرض اي مؤتمر ناخد منه زي ترابيزه بناخدها معرض نعرف نفسنا. بعدين الموضوع بقى لما كبرنا وبقينا تقريبا على اكتر من السنه اللي فاتت كنا اكتر من 60. ما هو من يناير 2018. بالظبط. في اخر السنه اللي فاتت تقريبا في نوفمبر كنا اكتر من 60 مبادر او 60 عضو في الفريق. بعدها بقى لما بقى الريتش بتاع البيج عندنا والريتش بتاع الويب سايت عندنا عالي، بقى خلاص بننزل بقى ابلكيشن اونلاين، الناس تبتدي يعني تعمل ريجستريشن عندنا، واحنا بنقبل ابلكيشنز وبعدين بنكلمهم اذا بيخضعوا الاول لفتره تدريب وبعدها اذا يعني لازم طب التدريب بتاعه هيبقى فين بقى؟ التدريب بيبقى اونلاين. كان في التدريب السنه اللي فاتت او الفتره كنت انا ومحمد حمدان اللي دربناهم. احنا بندرب على كيفيه كتابه المقال وكيفيه الترجمه، بس علشان خاطر ده مش زي ما محمد قال، مش بيبقى حكر على الطالب زراعه، انت في كذا لجنه بتتكلم في مجالات مختلفه تبع البيئه، بس احنا بعدها بعد المرحله دي ما بتخلص او مرحله الترجمه والكتابه بيخش بقى على مرحله تانية، مرحله التدقيق اللغوي، ودي برضو بيتم لو حد عايز يخش الفريق ضمن مرحله التدقيق اللغوي، وبرضو بيتم مرحله التخطيط اللغوي التدقيق اللغوي. علشان خاطر ده عباره عن ايه بقى؟ لو مقال علمي تمام ما ينفعش هينزل مثلا باخطاء لغويه اخطاء نحويه علامات تقييم كده بس، وبالذات ان احنا عايزين نعلي الريتش بتاع الويب سايت بتاعنا، يعني مثلا عايز تجوجل مثلا على المقال اللي احنا كاتبينه هيبقى الافضل ان احنا عايزين نوصل ان الويب سايت بتاعنا يجي بالمقال، يعني زي حاجات كتيره مثلا بيبقى اللينك هو الهايبر لينك يبقى تبع احياء الارض، يعني كمعموله كمدونه مثلا، يعني لو عملت سيرش مثلا كده على جوجل زي مثلا بلوجر وكده. ايوه بالظبط بالظبط. بس بعدها بقى في طبعا لجان تانية زي لجان السوشيال، ودول المسؤولين عن النشر، ولجان الديزاينرز المسؤولين عن الديزاينرز اللي بتنزل مع المقالات عندنا وكده يعني. بس فاكيد اكيد يعني مش كناش هنكون بس كليات زراعه، لان مثلا في ناس مهتمه بالسوشيال ميديا معانا مش كليات زراعه أكيد. اكيد فكذا يعني اكيد بالظبط كده. طيب هو انتوا دلوقتي كام واحد حاليا؟ يعني انتوا وصلتوا لعدد قد ايه؟ هو احنا غالبا ما بين 50 ل 60 شخص حتى الان متطوع، وكل فتره والتانيه بنعمل ريكروتمنت عشان نضيف ناس جديده، لانه احنا اللجان برضو بتزيد عندنا. حتى احنا اكبر لجنه عندنا هي لجنه الكتابه، متقسمه لجان من الداخل. تمام. فانا مثلا كان في البدايه كانوا ثلاثه بس، اللي هو لجنه النبات والحيوان ولجنه المناخ او الارض والمناخ، لجنه الثقافات، وبعد كده بنبتدي نزيد بقى الموارد الحاجات دي. فكل لجنه دلوقتي بقى يعني المبادره دي فيها كام قسم تقريبا كده؟ هو احنا هنقسم اول او كام عنصر؟ هو العنصر الاول قسم الكتابه او لجنه الكتابه، ودي تحتها كذا لجنه. تمام. كذا تخصص في العلوم البيئيه. بالظبط. في بعد كده لجنه الديزاين او التصميم، دي اللي بتنزل التصميمات عندنا وبتظبط الفيديوهات او الجرافيك موشن او الحاجه اللي هتنزل برضو للمحتوى المشاهد مثلا، او الصور اللي بتتجهز على تنزل مع المقالات دي. بالظبط. في بعد كده اللي هو السوشيال ميديا المتخصص في النشر وكده، او في الفاندنج، وفي بعد كده اللي هي الحاجات اللي ناويين نعملها اللي هي المصنعات الصديقه للبيئه او كده، او اعاده التدوير. تمام. تمام. طيب الانجازات بقى اللي حققتوها في المبادره، تمام، ويندمج تحت ده تمثيل المبادره في الكويت تقريبا. فعلا. هم كام مبادره اساسا على مستوى الوطن العربي؟ اعرف النقطه دي الاول. على مستوى الوطن العربي اللي قدم في ملتقى الكويت كنا 70 مبادره. 70 على مستوى الوطن العربي مبادره. اتقابل منهم ثلاثه من مصر، كنا احنا منهم ثلاثه من مصر.
يعني ما فيش غير مصر بس اللي اتقبل منها؟ لا لا لا، بقول لك من ضمن السبعين اتقبل من ضمن السبعين. تمام، انا افتكر سبعين كلهم اتقبل منهم ثلاثة في الملتقى. لا يعني لا بس. وتقريبا كان في اكتر برضو، بس يعني الله اعلم الناس اللي قدرت توصل للنهائيات يعني. الملتقى ده بقى كان عبارة عن ايه؟ ده كان ملتقى الشباب للمبادرات التطوعية والإنسانية. تمام. ده تحت الملتقى الإعلامي العربي، بيتعمل في الكويت كل شهر نوفمبر، يعني كل شهر كل نوفمبر، 9 نوفمبر. من كل سنة في بيعملوا الملتقى الشباب للمبادرات الإنسانية والتطوعية، بس في احنا برضه. في كل في دولة الكويت. احنا كانت الفكرة يعني ان احنا لقينا الفرصة وقلنا نقدم نمثل يعني نمثل المبادرة بتاعتنا تحت اسم الدولة بتاعتنا اللي احنا رايحين هناك تحت اسم مصر بس. وفعلا كنا الحمد لله اتقبلنا بعد مراحل كتير عدينا عليها، بس اتقبلنا هناك. المفروض ان احنا يعني ما توفقناش ان احنا هناخد ما خدناش الدرع اللي بتسلم. بس اخدنا الشهادات المشاركة والفعاليات المبادرة. الموضوع الجديد ان احنا السنه دي قدمنا تاني للدوره الرابعه، السنه اللي فاتت كانت الدوره الثالثه واتقبلنا الحمد لله برضو. طيب الحمد. مين بقى اللي مثل بقى المبادره في السنه اللي فاتت؟ كنت انا اللي ممثلاها، السنه دي باذن الله داليا الشريف هي اللي هتمثلها. اللي هي داليا الشريف دي اللي هي الاساس في الموضوع يعني. بس. طيب بقى حلمكم بقى توصلوا المبادره دي بقى لفين؟ هو احنا دلوقتي حتى الان مجرد فريق قائم على الجهود الذاتيه للاشخاص اللي هم المتطوعين. احنا دلوقتي عايزين نوصل ان احنا نبقى مؤسسه معتمده، مؤسسه تنميه بيئيه، ونقدر نشارك على ارض الواقع باكتر من كده. يعني احنا حتى الان بس بنقدم محتوى خاص بعلوم البيئه، وفي نفس الوقت بننزل حملات توعيه على ارض الواقع، لكن برضو نشاطنا محدود نتيجه نقص المقر مثلا او التمويل. فاحنا بالجهود الذاتيه دي بس بنعمل حاجه صغيره، فلغايه ما يتم اعتمادنا مثلا او بيتم يكون عندنا تمويل كويس وثابت، هنقدر بقى ننزل بقى نوعي الناس، نعمل حملات تشجير مثلا، ننزل حملات توعيه على نطاق اوسع مثلا، ونحن ممكن نساعد في مجال الزراعه اكتر من كده. يعني انتوا عايز افهم من كده ان انتوا عايزين تنشروا الموضوع اكبر من كده بنسبه اكبر من كده. بالظبط، وما يبقاش قائم بس على ان احنا بنقدم محتوى ونوعي بس، لا، يبقى في مثلا عندنا منتجات صديقه للبيئه ممكن نطلعها، وان احنا نزيد الرقعه الزراعيه مثلا والاشجار والكلام من ده، ونوعي على مساحه اكبر الناس اللي هي او المؤسسات اللي هي تقدر تدي فعلا اكشنز على ارض الواقع وتدي تاثير كبير. تمام. المبادره دي اساسها كان في انا الطالبه دي كان في جامعه جنوب الوادي. بالظبط. تمام. يعني المبادره دي حاليا قاعده برضو في انا، وكل حاجه تخصها في انا. الحاجات الاوفلاين او اللي على ارض الواقع بتتم غالبا في محافظه انا. تمام. انما عموما الكامبينز اللي بنعملها اونلاين وعلى السوشيال ميديا دي عادي، اي معانا ناس متطوعين من اسكندريه، معانا متطوعين من كفر الشيخ، من اي حته يعني في مصر وفي الوطن العربي. طبعا اكتر ناس طبعا من جامعه جنوب الوادي. بالنسبه ان هي في هنا ف بالظبط. صح. تمام. كلموني بقى عن المشاكل اللي انتوا واجهتوها في المبادره. يعني المبادره صعوبتها كانت ايه مع داليا الشريف؟ تمام. في البدايه ايه اللي هي واجهته من صعوبات؟ اكيد انتوا عارفين بنقطه زي دي. طبعا اول مشكله كنا بنواجهها ان مش كل الناس بتنتبه للقضايا البيئيه بسهوله. يعني مثلا لو في مبادره هتتم عن حاجه خيريه او عن مساعدة الناس ومساعدة المساكين وهكذا، هتلاقي معظم الناس بتهتم بالحاجات دي أكتر. إنما لما نيجي نتكلم على الأرض والبيئة وما ترميش بلاستيك، بلاش نستخدم البلاستيك، بلاش كده، فهتلاقي معظم الناس طب ما احنا بنستخدمه بقالنا كتير ما حصلش حاجة. بالزبط. كده يعني. فالموضوع ده كان صعب إن أنت تغير فكر ناس هو مترسخ فيهم أصلا. فلما تنزل تعمل توعية بصراحة لقينا تشجيع كبير من الناس. ده كان يعني ممكن الناس المثقفة طبعا اكيد بس برضو الناس كانت بتبهر. مثلا ان مثلا لما عملنا ايفنت من الايفنتات، كان يوم 22 ابريل وده اليوم العالمي للارض، نزلنا ايفنت ده اوفلاين برضو كان في محافظة انا. عملنا برضو مشغولات من الحاجات الموجودة في البيت، عملنا ريسايكلينج لازايز بلاستيك، عملنا ريسايكلينج لكرتون. حقيقي. لا ده اجتهاد فعلا يعني. بس نزلنا بقى وريناها للناس وكده، عملنا زي معرض صغير وريناها للناس علشان خاطر، فبنقول لهم ان احنا عملنا ده عشان نقلل التلوث البيئي، يعني عشان خاطر بدل الحاجه ما نستخدمها مره ونرميها، طب ما هي ممكن تستخدمها مره ومرتين. بالظبط. ممكن استغلها في حاجه تانية. بالظبط. يعني زي مثلا يعني هديك مثال، زي علب الفول مثلا الصفيح، كنا عاملينها بشكل جمالي وراسمين عليها وحاطين عليها ورق حائط وهكذا، بقت مقلمه زي بتتحط على المكتب. بالزبط. حاجات بقى شبه كده كتير. بس بقى دي كانت من اصعب الحاجات اللي انت بتغير فكر ناس فعلا. على حاجه هي اتعودت عليها. تمام. انتوا شايفين بقى الفريق محتاج لايه دلوقتي؟ ف
فممكن محمد حمداني يقول على الحاجه آه دي. هو احنا مشكلتنا الكبيره في المقر، ان احنا يبقى لنا مقر ثابت معتمد نقدر نعمل فيه اجتماعات اوفلاين كده، نقدر نتكلم ونشارك بعض، لانه الاجتماعات اللي احنا كنا بنحضرها كانت صعب، لانه احنا كمان من مناطق مختلفه ومجالات دراسيه مختلفه في حياه مختلفه، فالمواعيد مش بتظبط ومفيش مكان، بندور على مكان قبلها بفتره علشان نتجمع فيه، فالافكار برضو بتبقى قليله والتواصل بين اعضاء الفريق بيكون قليل، فالافكار بتبقى مساحتها قليله جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه التمويل بشكل رئيسي، احنا محتاجين تمويل ثابت او سبونسر يكون يعتمد الفكره او الفريق، بحيث نقدر ندي فعلا افكار و افعال تكون اكتر من كده، نوعي اكتر ونوصل للناس اكتر، هنقدم اكتر من كده لو في عندنا فعالية. المكان يبقى في اي مكان دي مش هتفرق، صح؟ مش ماشي، غالبا مش هتفرق، وان كان يفضل ان يبقى من المقر بتاع المبادره نفسها اللي هو محافظه انا. محافظه انا المبادره محتاجه تتسجل بالظبط، يبقى ليها مقر خاص بيها ويبقى الناس اللي موجودين فيها مسجلين برضو، بحيث يبقى ده مقر الاجتماع بتاعهم وده المكان بتاعهم المركز بتاعهم، بتطلع منهم الافعال بتاعتهم والقرارات بتاعتهم. والتمويل طبعا ده حاجه اساسيه، يعني انت محتاج فاندنج كويس لاي فريق او مؤسسه عشان تقدر تدي على ارض الواقع فعلا. بالظبط. اهم عنصر بقى بتهتم بيه المبادره، يعني ايه العناصر الاكثر اهميه في المبادره؟ هو المشكله العالميه اللي بقى لها سنين كتير والعالم كله متجه ان هو بيبذل مجهودات ان هو يحط يتاقلم معاها من ناحيه ويحط لها حلول من ناحيه ثانيه، واللي هي التغير المناخي. التغير المناخي هي المشكله دي اساسا قديمه، مش جديده، وانما هي بالنسبه للعالم النامي او الدول الناميه زي مصر هي بدات تاخد اهتمام من فتره قريبه. فالمشكله كمان ان القضيه دي او قضيه التغير المناخي بتمس كل جوانب الحياه وبتاثر على الدول الناميه بشكل اكبر من الدول المتقدمه واللي هي اساسا السبب فيها. يعني هنلاقي ان بدات مشكله التغير المناخي والاحتباس الحراري من الثوره الصناعيه اللي حصلت في الدول الكبرى زي الصين وروسيا امريكا ودول الاتحاد الاوروبي وكده، وبتاثر اكتر على الدول المناطق الناميه. هنلاقي انه في الثوره الصناعيه في الدول المتقدمه بتسبب نتيجه التغيرات المناخيه انه الاماكن اللي بيبقى فيها امطار زياده بتزيد، والامطار الجافه بتزيد في الجفاف. وبالنسبه لنا احنا دول مصنف من الدول الناميه، فزياده الجفاف عندنا بتسبب مشكله في الموارد، وبالتالي بتاثر عندنا على الزراعه وعلى المصادر الزراعيه والمحاصيل والجوده بتاعتها اكيد حتى الان. فهي عمليه عدم تكافؤ ما بين انه الدول الناميه هي السبب في المشكله وهي اقل سوري الدول المتقدمه هي السبب في المشكله وهي الاقل ضرر واقع عليها، والدول الناميه هي اللي ليها اكتر ضرر في كل جوانب الحياه اللي خصها. بالظبط. طب التغير المناخي ده في ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه تغير مناخي. التغير بالذات المزارعين، يعني مزارع بسيط هيعرفوا ازاي؟ معلش يعني. فعلا ده اللي كان بقى مبني عليه اخر ايفنت احنا عملناه الفتره اللي فاتت، كان من يوم 1 اكتوبر ليوم 3 اكتوبر. ده اتكلمنا فيه عن كان الهدف بتاعه هو كان الكلايمت تشينج او التغير المناخي، اللي هو برضه بيبقى تحت مسمى الاحتباس الحراري. ساعتها عملنا اول يوم كان بالاشتراك مع كيانات تانية، زي ما رضيناش نتكلم بس عن التغير المناخي والزراعه، اللي هو الفكر المعتاد ان التغير المناخي دايما مرتبط بالزراعه. احنا بالنسبه للسيكتور ده احنا اللي مسكناه، كان احياء الارض هي اللي وعد بيه الناس، كان يعني جالنا زي متدربين او ناس حضرت الايفنت مهتمه بالبيئه برضه، فاحنا اتكلمنا عن النقطه دي. جت كيان زي كيان كيمسا، دي جمعيه طبيه، اتكلمت عن الكلايمت تشينج مع الببليك هيلث، برضو كان بالاشتراك مع واي بير، طبعا من يعني واخده الفاندنج بتاعها من الامم المتحده او من منظمات من الامم المتحده. ودي كانت بتتكلم عن الكلايمت تشينج وعلاقته بالجندر او بالجنس العام. ده كان تقريبا اول يوم اتكلمنا فيه عن الحاجات دي. او كان في برضو كلايمت تشينج والمارين لايف، برضو اتكلمنا عنها، علاقه التغير المناخي بالمحيطات والبحار وهكذا. تاني يوم جه ساعتها دكتور محمد فهيم، يبقى استاذ التغير المناخي في معهد البحوث الزراعي، وهو ساعدنا جدا جدا بصراحه. شرح للناس هناك تاني يوم، اتكلمنا اكتر بقى عن التغير المناخي وعلاقته بالزراعه. ثالث يوم اللي بقى فعليا اللي حصل، ان احنا اخذنا الناس اللي جت حر دارت الايفنت، واحنا مع دكتور محمد نزلنا عملنا توعيه في مركز دندره، في مركز دندره، وعملنا توعيه مع المزارعين وقعدنا نتكلم معاهم يعني ايه تغير مناخي، انت ازاي تقدر تساعد. ده بقى كله حصل في المعسكر اللي هو حصل في اول اكتوبر. حي صح. تمام.
بس نزلنا بقى مع المزارعين نقول لهم ازاي يعني ايه تغير مناخي، طب انت ازاي تقدر تساعد في العمليه دي بالامكانيات الموجوده عندك، بالظبط انت ازاي تقدر يعني مثلا قعدنا نشرح حتى للموجودين كيفيه الزراعه ماشيه ازاي في مصر او في الاغلب في الصعيد، لان احنا لما بنيجي بنواجه المشكله دي حقيقي بيبقى في فرق كبير جدا لما بنتكلم عن شمال مصر وعن جنوبها. الشمال متفتح اكتر، الشمال بيبقى قريب من العاصمه فده برضو بيخليه عنده الثقافه بتبقى يعني واجبه شويه عن المواضيع دي، بس لما بنيجي نتكلم في الصعيد فبيبقى الموضوع مختلف لان انت بعيد عن العاصمه، بتبقى بعيد بالزبط. عن كل حاجه من الحاجات دي بالظبط. فالموضوع طيب صعب. كلمه بقى اخيره كده عن المبادره بتاعتكم، عايزين الناس ازاي او انتم مثلا الناس اللي عايزه تيجي تيجي ازاي، فكلمه اخيره كده عشان بس وقت الحلقه. هو الامر بسيط خالص، انت لو مهتم انك تعرف عن القضايا دي وانك انت مستعد تلتزم بس بالحاجات المطلوبه منك وانك انت متحمس للفكره وانك انت تعرف وتقدم حلول وتشارك معنا، كل اللي هتطلبه منك انك انت تدخل تتابعنا بس الاول على الويب سايت او على الصفحه على الفيسبوك، وانك انت تتابع وتفهم اكتر عن الموضوع، ولما بيبقى في ريكروتمنت تتابع معانا، ان هو بنطلب وقت من وقت للتاني بنطلب اعضاء، محتاج ناس معانا تشتغل وكده، فممكن هو يقدم واسئله بسيطه جدا بيجاوب عليها، وبعد كده بيدخل تدريب اولي بيشوف اذا كان هو مؤهل لكده، وبيبتدي بقى التاسكات بتاعته بياخدها، والامر بسيط جدا. بالظبط بالظبط. طيب شكرا ليك دكتور محمد حمدان هيد لجنه النبات الحيواني، شكرا ليك خالص. شكرا ليكي استاذه ساره شاكر نائب رئيس مبادره احياء الارض، شكرا ليكي. التغير المناخي، التغير المناخي جمله صعبه جدا على المزارع البسيط، يعني تعال انت كده اسال اي مزارع بسيط قول له يعني ايه تغير مناخي، هيقول لك ما اعرفش اي حاجه عن التغير المناخي. في 2017 كان في بحث معمول بيقول ان الناس اللي عندها وعي ان التغير عندها وعي عن التغير المناخي او تعرف يعني ايه تغير مناخي كان نسبتها 48% و1 من 10، والناس اللي ما كانتش تعرف يعني ايه تغير مناخي 51% و9 من 10، يعني اكتر من النص ناس ما تعرفش اي حاجه عن التغير المناخي. ومن ثم اناشد كل الجمعيات المكاتب الارشاد الزراعي والجمعيات الزراعيه انهم يوعي الناس ويعرفوا الناس يعني ايه تغير مناخي، لان التغير المناخي له تاثير كبير جدا على الزراعه وعلى انتاجيه المحاصيل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، استنونا بعد الفاصل هيكون معاكم زميلتي أميرة شاهين مع الدكتور أميرة شاهين وزميلتي إيمان فاضل مع الدكتور عامر عبد الحكيم، شكرا لكم انتظرونا بعد الفاصل.